في السيرك بهلوان معه كرات الوان ابيض ازرق اصفر اخضر تقفز في كل مكان. في السيرك بهلوان معه كرات الوان ابيض ازرق اصفر اخضر تقفز في كل مكان. وانفه لونه احمر وعلى انفه فنجان. يوبا انا تعبت من التنظيف، كل شويه تنظيف تنظيف تنظيف، والبنات ما بيساعدونيش ولا سوكا ولا سعاد المحروقه. ولما اقول لباباهم انهم بينزلوا يلعبوا في الشارع وبهدلوا الدنيا ومبهدلين الدنيا وقرفني، باباهم يقول معلش اطفال واطفال احباب الله. وانا زهقت من كده، زهقت. بنتي يا سعاد المحروقه تعالي هنا انت وبت البت الثانيه دي اختك اسمها ايه سوكا، تعالوا هنا. بقول لك ايه يا بنتي يا سوكا؟ نعم يا سعاد المحروقة. هي ماما تقريبا نادتنا صح؟ معاكي حق. طيب بقى بصي احنا مش هنروح نكلمها. ايه ده ليه؟ بس انتي قلتي لي امبارح احنا النهارده هنتجاهلوها. صح معاكي حق، يا عشان اديتنا علقه وضربتنا بالمعلقه الخشب دي. يا سوكا يا سعاد المحروقة تعالوا هنا. يا نهار مسايت، يلا نطلع بره، نطلع بره، يلا تعالي نطلع بسرعه. يلا بايا ماما. ماما بايا ماما مين؟ تعالي يا بنت، تعالي هنا يا سوكا، تعالي يا سعاد المحروقه. انتوا رحتوا فين؟ مع السلامه يا ماما. يلا يا سوكا بسرعه يلا. سمع العيال والبنات دول، البنات دول حاجه زهقوني، ولا كانه بنات، بنات اسما فقط، انما افعال مفيش افعال لا خالص. السلام عليكم. وعليكم السلام. هي كانت ناقصاك انت كمان. هو في ايه بالظبط؟ لا ما فيش ابدا يا حبيبي، تعالى تعالى انا عاملاها اكله جميله، كل التراب اللي في البيت. بقولك ايه يا سعاد المحروق؟ ايه يا سوكا؟ خلصي. ايه رايك نجيب ليمون، عصير ليمون؟ ايوه فكره، بس احنا ما عندناش فلوس. لو احنا البيت عند ماما هتقعد تقول لنا تعالوا لووا معايا وكنسوا. بقولك ايه، ايه رايك نشتغل، ايه رايك نشتغل ساعتين ونشحت من الست باين عليها لابسه امبها كده اللي لابسه حلق ذهب دي وسلسله. يا لهوي ايه ده؟ تعالي يلا بس انا مستنيه الراجل، بس انا مستنيه الراجل بتاع التاكسي بس يجيلي عشان اركب واخلص. تعالي يلا عندي بسرعه بس. طب بقول لك ايه، احنا لبسنا باين عليه. بس بقول لك هي سوكا انت ما بتفكريش، ما لبسنا باين عليه. لا ما احنا ممكن نقول لها ايه، هنقول لها ان احنا كنا ماشيين مع ماما وبابا في المول، بعد كده انا بس المول بعيد. طب انا جات لي فكره، نقول لماما وبابا، نقول لها ان ماما وبابا احنا تهنا منهم وهم ساكنين بعيد عن هنا، واحنا تهنا عنهم، هم بيركبوا المسروع واحنا تهنا عنهم ومش عارفين نرجع له. ايه رايك؟ طيب ماشي حلو. ونقول لها احنا محتاجين فلوس على سين نروح البيت. على فين نشرب عصير؟ لا على فين نروح. يا طنطي يا طنطي يا طنطي يا طنطي. في ايه يا حبيبي مالكم؟ احنا دهنا من عند ماما. دهنا من عند ماما. ايوه يا طنطي احنا دهنا، مش عارفين ماما راحت فين. والله انا زهقانة خلاص. يا حبيبي طب انتوا عايزين ايه بقى؟ احنا عايزين فلوس يا طنط عشان ماما ساكنه بعيد، فمحتاجين فلوس عشان نركب التاكسي. طيب ماشي، عايزين كام؟ يا ربي احنا تهنا مش قادرين خلاص، عايزه اروح بيتنا عند ماما. ايه يا حبيبي ايه؟ طب انتوا عايزين الفلوس صح؟ ايوه عشان نركب المشروع ونروح عند ماما. عايزين فلوس علشان نروح عند ماما ونركب حتى تاكسي كده يوصلنا، احنا عارفين كده كده البيت. بس هو بعيد، دي المشكلة يا طنط. طب في كذا سؤال يعني عشان كده انتوا مش عارفين؟ ايوة والله احنا مش قادرين. طيب ماشي، عايزين كام؟ هاتي كده ممكن 50. هي مية 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 مية، عشان 50 رايح وخمسين جاي. يا 100 جنيه يا طنط، علشان 100 رايح ومية 50 عايزة اروح. طيب ماشي استني هطلعها. انتي وهي اهي 100. شكرا يا طنط، والله انا مش عارفه انت علشان انت ما بتحافظيش على الفلوس، هاتيها انا اللي هعملها. ايوه صح خديها انت علشان ممكن تقع من يوم ما اعرفش نروح. شكرا يا طنط. علشان لو ضاعت؟ لا يا حبيبتي شكرا شكرا، خلاص كده كفايه شكرا. يلا سلام. يلا مع السلامه. يلا يا حبايبي خلي بالكم من نفسكم. العيال بقت تتوخ من امها وابوها. ضحك مع الست وخدنا 100 جنيه. تمثيلك كان حلو قوي يا بنتي، يا اسمك ايه؟ سعاد المحروق.
والله وانتي تمثيلك كان احلى. يلا بسرعه نروح نشتري الايس كريم قبل ما البنت تمشي. ايس كريم ايه بس؟ يا عربيه يا عربيه العربيه ماشي يا قالوا لي انت. يلا بقول لك يا بنت، انت يا بنت ايه هو انت جايه تتكلمي معايا عدل ولا مشيكي؟ خفت منك ولا ركبي ثابت؟ هاتي ال 100 جنيه يا بنت رجلي. بص انا معايا 100 جنيه، هتديني كوبايتين عصير. كوبايه بكام يا بنت؟ 50. ليه غاليه كده؟ ما الناس بره بتبيعها ب 5 و10 جنيه. هي عندي ب 50، عندك مانع؟ لا مش عندي. اتفضلي 50 جنيه وهاتي كوبايتين ليمون بسرعه. طيب ماشي، 5 ثواني واكون حضرتها. طيب 1 2 3 4 5، خلصت الخمس ثواني. فينها؟ لسه، قصدي 5 دقايق. ماشي، تعالي نروح نقعد هنا يا بت. ماشي. اوعي يا ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. ام مكاننا. ايوه كده جدع. يا ربي بقى، هم راحوا فين؟ اديهم مشوا وانا مش عارفين لهم طريق. انا هنزل ادور عليهم في الشوارع. والبت السوكة دي ولا سعاد دي اللي حاطه لي بويا سودا في وشها، معرفش ايه اللي عجبها في البويا السودا، تدهن لي وشها بويا سودا وتنزل. خليها الناس يضحكوا عليها، معرفش انا يا ربي راحوا فين دول. نازله اللي ادور عليهم. بس كانت حتتنا صبايا، انما ايه، ضحكنا على الست واخدنا منها ال 50 جنيه ولا ال 100 جنيه وطلبنا عصير. بصي يا بنت يا سعاد كده، بصي يا بنت كده يا سعاد كده. ايه ده رجوز. ايه رايك نروح وراه ونخش السيرك؟ طيب ماشي. بصي بيعمل حركات ازاي. طب يب ماشي. يلا يلا تعالي نمشي وراه بقى، شكله رايح مكان كده ممتع، خلينا نروح وراه. يلا في السيرك بهلوان، معه كرات الوان، ابيض ازرق اصفر اخضر، تقفز في كل مكان في السيرك بهلوان، معه كرات الوان، ابيض ازرق اصفر اخضر، تقفز في كل مكان. وانفه لونه احمر وعلى انفه فنجان،